الحقيقة أنا شفت تعليق على موضوع الناس اللي بتطالب بإنترنت غير محدود، شفت تعليق من شركة وي، يعني حاجة يعني أزبل ما يكون، أحقر ما يكون بصراحة من شركة وي. تعليق بصراحة يعني أي شاب مصري لو أخذ هذا التعليق وذهب إلى دولة أوروبية وقدم لجوء هياخد لجوء على طول، يعني الدولة الأوروبية مش هتناقشك. لما تقول لهم إن شركة وي بتديرها المخابرات العامة المصرية، وأنا بقول لهم يا جدعان الإنترنت عندي أنليمتد، المفروض ما يخلصش غير كل آخر شهر، إزاي يخلص في نص الشهر؟ فيكون ده رد شركة وي. يعني حاجة في منتهى الخسة. يعني بيقال إن سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، كان بيخدم، كان بيخدم أهل بيته، كان بيخدم الناس، خدم الأمة، خدم الأمة كلها. يعني بالله عليكم أنتوا عمركم تتوقعوا إن في رد يكون بالحقارة دي؟ حاجة بشعة، حاجة بشعة. ناس بتطالب بإنترنت غير محدود. طب الإنترنت غير محدود ده unlimited، مفترض بيخلص آخر الشهر، ازاي بيخلص اول الشهر؟ ازاي بيخلص في نص الشهر؟ يكون الرد الدنيء بهذا الشكل من شركه بتديرها المخابرات. يا جدعان شركه وي بتديرها المخابرات، اقسم بالله شركه وي بتديرها المخابرات المصريه، المخابرات المصريه بتدير شركه وي، شركه وي المخابرات المصريه. وبينكر بالشباب اللي عامله الهاشتاج بتاع انترنت غير محدود، والشباب بالمناسبه حولوا الهاشتاج من انترنت غير محدود في مصر لانترنت لا محدود في مصر. طيب ليه بقى عملوا كده؟ لان مصر طلبت مقر تويتر في الامارات بان هم يوقعوا الهاشتاج بتاع انترنت غير محدود في مصر. هتقول لي اشمعنى الامارات؟ لان مقر تويتر يا جماعه في الشرق الاوسط موجود في دبي، تمام؟ دي معركه كده كبيره كده هقولها لكم بعدين. سببها كان ايلون ماسك ليه اتخانق مع الوليد بن طلال اثناء شراء تويتر، وليه ايلون ماسك تراجع عن شراء تويتر دلوقتي بسبب وجود ذباب الكتروني كتير، وبسبب وجود لجان الكترونيه وهميه كتير. قصه كده كبيره كان سبب خناقه ايلون ماسك والكلام ده كله. انما الغريب واللي بيستفزني بصراحه، واحد على هاشتاج انترنت لا محدود في مصر، فداخل بيسال شركه وي بيقول لهم انترنت بيخلص عند اخر الشهر ليه؟ يقوم يردوا عليه ويقولوا له زي ما ابنك بيجرى له مش عارف ايه، ده انترنت بيخلص. اقسم بالله هذا الرد كفيل مش اني اقول لك الموظف او بتاع السوشيال في شركه وي يتوقف عن عمل، عبد الفتاح السيسي يتوقف عن ذات نفسه. يعني ده رد خسيس. وكانه تخيل لما يكون موظف يعني شغال في شركه وي، يعني لا يسوى شسع نعل، يكلم مواطن مصري بالشكل ده. يا جدعان ده موظف شركة وي، لكن هو عارف نفسه شغال في شركة مخابراتية. تخيل لما يكلم موظف بالشكل ده، بالله عليكم لما تروح تكلم حد أعلى منه هيعمل معاك إيه؟ ده أنا آسف ده هياخدك فوق سطوح الواد حمادة. ده عالم والله العظيم يا جدعان. إحنا عارفين أنتوا كده، إحنا بنعوم في المستنقع. المستنقع دلوقتي مصر موجودة عبارة عن مستنقع للأسف الشديد. النظام الحالي ودى مصر للمستنقع، والشعب المصري كله بيعوم في قلب المستنقع ده بسبب فشل الإدارة. السلام عليكم.